خليني اقول لكم اقتراحات. في ناس هتقفش وتزعل وتسيبه وتمشي، وفي ناس ما كانتش هتقعد اصلا الساعتين وتستناه وكان ممكن توصل بيه انه يقطعه تماما، وفي واحد هيفضل حاطط ايده على خده مستني صاحبه لانه ما عندوش غيره يا عيني فقاعد مستنيه. انما صاحبنا لانه ملتزم والتزامه في مواعيده ده اكبر دليل على انه شخصيه ايجابيه، فالانسان الايجابي مش هيضيع ساعتين من عمره قاعد حاطط ايده على خده مستني صاحبه. صاحبنا قعد وطلع الورد بتاعه وقرا قرانه وطلع كتاب وقام قاري فيه لانه ما بيمشيش من غير كتاب في ايده، ولما جاله صاحبه بعد ساعتين يعتذر له قال له يا سيدي ده انا اللي بشكرك كتر خيرك انك اتاخرت، ما كنتش لاحق اقرا في الكتاب بتاعي، بشكرك شكرا جزيلا انا استفدت من الوقت. ده شخص ايجابي. مين فيكم ايجابي؟ يشاركنا حملة أنا إيجابي على صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك، اتصلوا بينا أو ابعتوا لنا على الصفحة واحكوا لنا موقف أو تجربة كنتوا فيه فعلاً إيجابيين، إزاي بتفكروا بإيجابية، إزاي بتتعاملوا بإيجابية. الالتزام بالوقت ده نوع من الإيجابية، وإنك تستثمر وقتك في حاجة مفيدة دي برضو إيجابية. شاركونا الهاشتاج اللي أمامكم على الشاشة أنا أندرسكور إيجابي، ولو قصتكم قصة مفيدة هتفيد ناس كتير جدا كاميرا من القلب للقلب هتروح لغاية عندكم.